بسم الله الرحمن الرحيم. أتوقع أن معظمكم دخل، معناته خليني أبدأ أكمل في الشرح. فهدول هم الـ indirect. indirect هدول بمنعوا، they are inhibitors. وتلاحظوا بالتسمية المجموعة اللي حكينا عنها امبارح حكينا عنهم agonists، مجموعة اليوم ما بنحكي عنهم agonists، لا they are inhibitors. وهذا اللي أنا حبيت أبينه في شابتر الفارماكودايناميك. لما نحكي عن الدواء agonist معناته هذا الدواء التارجت تبعه ريسبتور، فكلمة agonist antagonist تدل على أنه التارجت تبع الدواء عبارة عن ريسبتور. لكن inhibitor أو activator معناته أنه التارجت إنه يكون إنزيم أو يكون عبارة عن بمب أو يكون عبارة عن channel. فيعني كلمة inhibitor و activator تدل على أنه التارجت ليس ريسبتور، وهنا هذا من باب الفهم يلي بيسهل علينا الحفظ. فهاي الأدوية رح نحكي عنها اليوم they are inhibitors وهم ليس بأغونست. هل جنرالي بما أنهم بيرفعوا الأسيتالكولين في الجسم، هل الأسيتالكولين سيلكتيف؟ لا، الأسيتالكولين ليس سيلكتيف. الأسيتالكولين بيرتبط على المسكرانك وعلى النيكوتينك، مع أنه بعض الدراسات بعض التقارير بتحكي إن إلى حد ما بيرتبط على المسكرانك بشكل أكثر من النيكوتينك. فهاي الأدوية لما ترفع الاندوجينس أسيتالكولين، وين ما في أسيتالكولين في جسمي في أي أورجان ترتبط على الأسيتالكولين، بيرتبط على يا إما المسكرانك ريسبتورز في الأورجانز، أو بيرتبط على النيكوتينيك ريسبتور يلي موجود في السكيليتال مصل وفي الجانجليا. فرح نشوف الإفكت of these drugs، إنه الإفكت تبعهم وايد، عندهم مالتيبل إفكتس. واحد لما بياخد دواء من هدول رح نشوف عنده مالتيبل ميكانيزم، مالتيبل ريسبونسز. فهذا لأنهم بيرفعوا الأسيتالكولين في الجسم بس بمنعوا تكسره، والأسيتالكولين رح بيرتبط على الريسبتورز تبعونا، يا إما النيكوتينيك يا إما المسكرانيك ريسبتورز. هلأ الاندايركت بنقسمهم، خلينا نحكي تقسيمهم. الاندايركت هدول بنقسمهم حسب نوع الريسبتور، حسب نوع الرابطة الكيميائية اللي بيسويها هدول الأدوية مع الأسيتالكولينستريز. حسب الرابطة الكيميائية depending on the chemical bond، depending on the chemical bond هدول اللي هم الاندايركت. خلينا نحكي الاندايركت نقسمهم بالاعتماد على الكيميكال بوند يلي بيسووها مع الأسيتالكولينستريز. هاي الكيميكال بوند ممكن تكون ريفيرسيبل وممكن تكون irreversible. أيوة، معناته أول معلومة ممكن نستنتجها إنه الأدوية اللي بتسوي irreversible bond مع الانهيبيتور، الأدوية اللي هم الانهيبيتور للأسيتالكولينستريز، هاي الأدوية اللي بتسوي covalent bond، يعني الانهيبيشن irreversible، لأن الكوفالنت bond ما بتفكك، معناته الارتباط بين الدواء وبين الأسيتالكولينستريز رح يكون لفترات طويلة. فعشان هيك الأدوية اللي بتسوي irreversible covalent bond مع الأسيتالكولينستريز إلهم longer duration of action مع الأدوية يلي بتسوي reversible chemical bond with the acetylcholinesterase. يعني الأدوية يلي بتسوي inhibition للأسيتالكولينستريز من خلال covalent irreversible bond رح تسوي inhibition لفترات طويلة، ورح ترفع الأسيتالكولين في الجسم لفترات طويلة، بينما الأدوية يلي بتسوي reversible chemical bond من خلال إنها تسوي inhibition للأسيتالكولينستريز، هاي الأدوية رح ترفع الأسيتالكولين لفترات أقصر. فبالتالي الريسبونس تبعت هاي الأدوية إنها بترفع الأسيتالكولين رح يكون فقط لفترات قصيرة. هلأ هاي الريفيرسبل بشكل أساسي هدول عبارة عن سموم، سموم توكسيك، لأنه رفعت الأسيتالكولين بكثرة تذكرنا بالمحاضرة السابقة بالسم تبعت الأرمل السوداء. لأنه الأسيتالكولين صحيح إنه كويس، طب ليش رب العالمين خلقه إنه يتكسر بسرعة؟ مش من فراغ، عم بتكسر بسرعة لأنه رفعته الكتيرة لفترات طويلة سامة.
رح نشوف هلا باخر المحاضره ان شاء الله بنحكي عنها. هدول الريفرسبل اللي احنا بنشوفهم اكثر شيء بالاستخدام الطبي، هدول هم الريفرسبل. هلا هدول الريفرسبل بنقسمهم الى اربعه مجموعات كلياتهم ريفرسبل. هدول بنقسمهم، خلينا نشوف اول ثلاث مجموعات حسب الديوريشن، حسب الديوريشن اوف اكشن، duration of the duration of OF action، حسب الـ duration of action نقيمهم إلى short, intermediate, long. فالـ reversible reversible، لكن الـ reversible ممكن تكون short، يعني الـ reversible هاي بتصير بسرعة بسرعة وبتفكك بسرعة بسرعة، وهاي الـ reversible ممكن تكون intermediate، يعني بتسوي رابطة، هاي رابطة بتصير بدها وقت أطول مقارنة مع الشورت، وعلشان تفك بدها وقت أطول، عشان هيك هاي المجموعة الثانية اسمها Intermediate Reversible Inhibitor of Acetylcholinesterase، والمجموعة الثالثة هدول بدهم وقت أطول حتى يكون الرابطة، وبدهم وقت أطول حتى يفكوا في الرابطة، فهدول لهم Long Duration of Action، هدول كلياتهم Reversible. وفي مجموعة رابعة هيك لحالها، هاي مش بسبب هاي تبعتها، هم بنحكيهم انتي الزهايمر ريفرسبل، انتي ريفرسبل اسيتيلكولينستريز انهيبيتورز، هاي المجموعه انتي الزهايمر استخدم. فهدول بدنا نحن هلا شوفوا هدول ادويه ريفرسبل، وهدول المجموعه المات شورت والانترميديت لونج اكتين، في ان نعرف إن يعني في استخدام، في يعني نعرف امتى نستخدمهم لمرض اسمه مايستينيا جرافيز. هلا بنحكي عنه شو مايستينيا جرافيز، في علاج وفي تشخيص مرض مايستينيا جرافيز، فبدنا نعرف امتى هذول انت نستخدم شورت والانترميديت واللونج سواء في تشخيص او في علاج المايستينيا جرافيز، وبدنا نعرف والادويه كمان يستخدم ايضا في بعد العمليات في البوست سيرجري، اللي حنشوف لانه الواحد لما بيسوي عمليه بتكون عضلاته مرخيه، الطبيب الجراحين لما بيعطوا للمريض بعطوه هذا اللي بسموه بعطوه المصل ريلاكسن، مرخيات للعضلة أثناء العملية. ليش؟ علشان الجراح بده يفتح البطن، بده يدخل داخل العضلات، فلازم تكون العضلات مرخية أثناء العملية الجراحية عشان الجراح يعرف يشتغل. هلأ لما يصحى من بعد العملية بعض المرضى عيونه بتصحى بس عضلاته لساته مرخية، اوكي، يعني زي المشلول بصحى بس مش عارف يحرك عضلاته. ليش؟ بسبب تاثير الدواء المرخي للعضلات اللي اعطاه اياه الجراح قبل العمليه الجراحيه. طيب بتطلع الاطباء بتطلعوا في بعض بيسالونا بيحكوا شو في الدواء ممكن يحفز الكونتراكشن للسكيليتال مصل. احنا بنحكي لهم احنا من خلال فهمنا للسكيليتال مصل الاسيتالكولين لما بيرتبط على النيكوتينيك ريسبتور اللي موجودة في السكيليتال مصل بيحفز الكونتراكشن. بصير يحكي الطبيب كيف ممكن نحفز الكونتراكشن of the skeletal muscle اللي موجودة فيه، وكيف إن نزود الأسيتالكولين اللي موجود في السكيليتال مصل. نيجي إحنا بنحكي لهم بنعطيه أسيتالكولينستريز إنهيبيتور، هذا الأسيتالكولينستريز إنهيبيتور بيروح عند العضلات على السكيليتال مصل وبمنع من تكسر الأسيتالكولين هناك، فالأسيتالكولين اللي موجود في السينابتيك كليفت بين السوماتيك نيرف وبين السكيليتال مصل ما راح يتكسر، فراح يزيد راح يكتر راح يضل بالاكتيف فورم، طول ما هو بالاكتيف فورم راح يرتبط بالنيكوتينيك ريسبتور، فراح يصير في عنده كونتراكشن للسكيليتال مصل. كل هذا انا بحاول احكي عن ميكانيزم. احنا بعد العمليه الجراحيه راح نلاحظ انهم بيعطوا للمريض indirect cholinergic drugs، وهدول بيكونوا عادة بيكونوا reversible intermediate indirect cholinergic drugs علشان يسووا inhibition للأسيتالكولينستريز اللي موجود في السكيليتال مصل، فبرتفع الأسيتالكولين في السكيليتال مصل فبصير عنده muscle contraction فبعد العملية الجراحية. وكمان بدي أعرف نقطة مهمة بهدول الأدوية، هي النقطة الثالثة، مين فيهم كان كروس
هو البلاد برين بارير. مين فيهم لازم نعرف مين فيهم اللي بيقدر يفوت على السنترال نيرفس سيستم؟ مش كلياتهم بس واحد فيهم. هاي النقاط عن النقاط اذا تعرفنا عليها اذا عرفنا واحنا اثناء بندرسها نركز على هاي النقاط. اذا عرفنا كيف استخداماتهم لمرض الميستين جرافز، اذا عرفنا كيف نستخدمهم في البوست سيرجيكال اوبريشن ومين فيهم اللي كان كروس بلاد برين بارير، معناته هذا اكثر واحد فيه عنده سنترال نيرفس سيستم توكسيسيتي، واكثر واحد فيهم ممكن نستخدمه از انتيدوت ضد الاتروبين. هنشوف ليش ضد الاتروبين. الاتروبين بيقلل الكولينرجيك اكتيفيتي في الدماغ، هاي الادويه بالعكس بتحفز الاسيتالكولين في الدماغ فبتحفز الكولينرجيك اكتيفيتي في الدماغ. anyway. اوكي فنبدا فيهم هلا. مرض الميستينا جرافز، هاي النقطه الاولى نبدا فيها. مرض الميستينا جرافز، مرض الميستينا جرافز هذا مرض هو عباره عن الوهن العضلي. الوهن العضلي، شوفوا طلع كيف من الصوره اللي قدامنا، انه الواحد مش قادر يحرك السكيليتال ماسلز تبعونه. مش قادر يحرك السكيليتال ماسلز تبعونه. ليش؟ هذا الميستينا جرافز هو عباره عن اوتو اميون ديزيز، مرض مناعي. بصير المناعه تبعتنا بتروح بتهاجم النيكوتينيك ريسبتور ولو بشكل جزئي اللي موجوده في السكيليتال ماسل، فراح تقل النيكوتينيك ريسبتور موجوده في السكيليتال ماسل. فهذا راح يؤدي انه زي ما اخذنا بالشابتر تبع الفارماكو دايناميك، لما الريسبتور يقل فبالتالي شو راح يصير بالريسبونس للاسيتالكولين على السكيليتال ماسل؟ راح يقل. تمام، كيف احنا بنحل هالمشكله؟ نرجع للمعادله عشان نحل، عشان نزود الريسبونس بدنا نزود كميه الدواء، وهاي كميه الدواء راح تضلها ترتبط على النيكوتينيك ريسبتور اللي ما ماتت، حتضلها تسوي لها اكتيفيشن بشكل اكثر واكثر لعل وعسى انه الريسبونس يرجع زي ما كان. فهل هو اول شيء شو الميستينا جرافز؟ هو عباره عن وهن عضلي انه المريض ما عم بيقدر يحرك السكيليتال ماسلز تبعته. فاحنا كيف ممكن نعالجه؟ انه بدنا نزود الاسيتالكولين يلي موجود في السكيليتال ماسل. كيف نزود الاسيتالكولين اللي موجود في السكيليتال ماسل؟ بنعطي للمريض انهيبيتورز الاسيتالكولين ستريز انزيم، فبالتالي نمنع من تكسر الاسيتالكولين، فبالتالي الاسيتالكولين راح يزداد في السكيليتال ماسل. حلو، لحد هون واضح وبكفي. يعني هلا ننتقل للمعلومه الجديده. في عندي الدياجنوسيس تشخيص وفي عندي التريتمنت. هلا لما بيجي المريض بده يتشخص، الطبيب بده يشخصه، اوكي. هلا بتكون الزياره بتكون نصف ساعه ساعه. هلا المريض لما بده يتشخص، اوكي هذا هن ننتقل لاول دبل ادروفونيوم. ادروفونيوم هذا شو هو؟ مره ثانيه، المريض بده يتشخص من الميستينا جرافز، فالطبيب بده يشخصه عشان هل عنده ميستينا جرافز ولا عنده مرض ثاني، فبروح بيعطيه الانهيبيتور للاسيتالكولين ستريز. اذا بلش يحرك من عضلاته معناته في عنده ميستينا جرافز، فهو بده يشخص. انا اللي بدي اوصل له، الطبيب عشان يوصل للتشخيص بده وقت قصير ولا وقت طويل؟ اتوقع انه الطبيب بيحب عشان يشخص، عشان يحكي للمريض شو في عندك، بحب السرعه. طيب اذا هو بحب انه يكون الريسبونس سريع، بس ما بهم، يعني هلا الطبيب ما بده يعالج بس بده يشخص. فبالتشخيص للميستين جرافز بنستخدم الشورت اكتنج يلي هو الادروفونيوم. هذا هو الادروفونيوم هو عباره عن شورت اكتنج، هي شورت اكتنج اسيتالكولين ستريز انهيبيتور، ويستخدم طلعوا في الدياجنوسيس اوف ذا ميستين جرافز. ليش في الدياجنوسيس؟ لانه الريسبونس تبعه از فاست. الطبيب بده يشوف هل صار في كونتراكشن ولا لا، في الطريق تبعه صار في ميستين جرافز الريسبونس تبعه احسن دواء فيهم للدياجنوسيس لتشخيص الميستين جرافز. انا كطبيب بدي الدواء اللي له شورت اكتنج وفاست، الميستين جرافز. تمام اوكي. هلا انا بدي في العلاج، بدي اروح هلا انتقل للعلاج، بدي اعالج الميستين جرافز.
اذا بدي استخدم الايدروفونيوم، الايدروفونيوم هو الشورت اكتنج، معناته ان الديوريشن اوف اكشن تبعته بسيط، اذا بدي استخدمه في العلاج معناته هل او للاسف هل هالادويه اللي بنحكي عنهم هون هذول اللي هم الريفرسبل شورت والانترميديت الاسيد تريس بن انجكشن. طيب الايمج عشان استخدمه للعلاج، وهذا المرض عشان استخدمه للعلاج بدي احتاج لفترات طويله عشان استخدمه في العلاج، يعني ايام وشهور وسنوات، وهذا شورت اكتنج يعني بعد ساعتين بيطلع برا الجسم مثلا، معناته انا بعد كل ساعتين بدي احقن، شوف كمان احقن الزناخه، هلا هون بدخل عامل النفسيه، كل ساعتين بدي اجيب الابره واحقن المريض. طب المريض يحكي لي لا هذا الشغله ما انا بديش الحقن لاني ما تحركت، خلوني هيك مشلول. فلهذا السبب، لانه الايدروفونيوم له شورت ديوريشن اوف اكشن، فهذا ترتب عليه انه الفريكوانسي اوف ادمنستريشن اوف ايدروفونيوم عالي، وخاصه بتاخذ على شكل ابر، فهذا اصبح مزعج للمريض، فبالتالي الايدروفونيوم لا يستخدم في العلاج لكن يستخدم في التشخيص دايجنوسيس. اما الانترميديت واللونج اكتنج هدول ممكن نستخدمهم، الانترميديت نعطي مرتين في اليوم، اللونج اكتنج مره في اليوم لحد ما مقبول للمريض. فالانترميديت واللونج اكتنج يستخدموا في علاج الميستينا جرافيس، بينما الشورت اكتنج لا يستخدم في العلاج، والشورت اكتنج يستخدم في التشخيص. في الجهه المقابله الانترميديت واللونج اكتنج يستخدم في العلاج ولا يستخدم في التشخيص. لماذا؟ لانه الانترميديت واللونج اكتنج الريسبونس الاونست اوف ريسبونس تبعهم بيحتاج لوقت، وانا في التشخيص ما بدي هذا اللونج تايم، بدي الفاست ريسبونس. فها هي النقطه الاولانيه بالنسبه للميستينا جرافيس. هلا مين هم الانترميديت واللونج؟ الانترميديت في عندي الفيسوستيجمين، هلا الفيسوستيجمين والنيوستيجمين هدول انترميديت، كمان ديميكاريوم كمان هذا انترميد، بس هو مش كتير هذا يستخدم، بس هو ما بنركز على نيوستيجمين والفيسوستيجمين، هدول الاثنين عبارة عن انترميديت. اوكي انترميديت، شو الفرق بين النيوستيجمين والنيوستيجمين؟ الفرق انه الفيسوستيجمين is uncharged بينما النيوستيجمين is charged. أيوة معناته في عنا إشي عامل اللايبوفيليسيتي، مين إله more لايبوفيليسيتي؟ الفيسوستيجمين more لايبوفيليك، ها هي uncharged tertiary uncharged amine، معناته it can cross the blood brain barrier هذا الإنسان، فهي central nervous system تبعته، central nervous سيستم تبعته بدخل عليه، معناته الفيسوستيجمين مقارنة مع النيوستيجمين، الفيسوستيجمين عنده آثار جانبية على الدماغ أكثر. في المقابل لو المريض هذا أخذ أتروبين، الأتروبين مرة ثانية، الأتروبين هو ما راح استفيد، لأن النيوستيجمين is charged، هيو is charged نيوستيجمين brain barrier، بينما الاستيجمين الاتروبين بلوكينج للمسكارا نيكريسيس، في سيستم يرفع الموجود اللي هو عباره عن اغونست، والاتروبين عباره عن انتاغونست، العلاقه بيناتهم كومبيتيف ينتصر الكيميكا. فانا ما استخدم في سيستم بسرعه راح يرفع، راح يتغلب الاتروبين، لانه هون دخل عامل الكونسنتريشن اللي احنا درسناه لما كنا نحكي عن انواع الانتاغونست. طلعوا شوفوا شو محكين في سيستمين، the effect of fisostigmin on the central nervous system may lead to convulsion. شو معنى convulsion؟ صرع. ليش؟ لأن بدخل central nervous system وبيسوي toxicity سمية، بيسوي هي صرع هنا. النيوستيجمين ليه؟ هلا النيوستيجمين بحكي لكم، انت اذا رحتوا على المستشفيات، هالمرة هو انترميديت، اذا رحتوا على المستشفيات بفضله هو أكثر واحد يفضل يستخدم بعد العمليات الجراحية. لماذا؟ علشان يسوي contraction للعضلات، لأنه بعد العملية الجراحية، هلأ بالعملية الجراحية مرة تانية المريض بياخد مرخي للعضلات، فبعد ما بصحى لما بيروح تأثير البنج عيونه بتصحى، إدراكه بصير يصحى، بس بيحكي أنا مش قادر أتحرك، أنا مشلول. ليش مشلول؟ بسبب تأثير المرخيات للعضلات.
في المستشفى بفضلوا يعطوا النيوستجمين. طب ليش يا المستشفى بتفضلي تعطي النيوستجمين على انك تعطيه الفيسوستجمين؟ بحكوا لكم في المستشفى لانه النيوستجمين از تشارجد، معناته ما راح يروح على السنترال نيرفس سيستم، راح يتركز وين؟ بريفرال. شو معنى بريفرالي؟ يعني في الجسم من تحت. وانا هذا اللي بدي اياه، انا بدي ان النيوستجمين الديستريبيوشن تبعه التوزع تبعه انه ما يروح على الدماغ، عفوا النيوستجمين ما يروح على الدماغ، يضلوا بريفرالي، يضلوا تحت. شو معنى تحت؟ يعني بالسكيليتال مصل. فبروح النيوستجمين على سكيليتال مصل بيمنع بشكل ريفيرسيبلي الاسيتيل كولينستريز، فبرفع من تركيز الاسيتيل كولين يلي موجود بالسكيليتال مصل، برفع فالاسيتيل كولين ترتبط بالنيكوتينيك ريسبتور يلي موجوده بالسكيليتال مصل، فبرجع الكونتراكشن للمريض مره ثانيه. شوف هاي داز نوت كوز سنترال نيرفس، اتوقع صارت واضحه. يعني انا بحكي النقاط الاساسيه انتم تقراوها. هلا شوفوا، هلا في جمله الجلوكوما مره ثانيه، كل الادويه هاي نحط عليها، كل الادويه هاي ممكن نستخدمها. هدول خلينا نزود نقطه رابعه، الجلوكوما كل الادويه هاي ممكن نستخدمها على شكل قطرات في علاج الجلوكوما. ليش؟ لانه هاي الادويه سواء الادروفونيوم الفيسوستيجمين النيوستيجمين واللونج اكتنج اللي هو البايروتستيجمين رح احكي عنه هلا، كل هدول الادويه لما بنحطهم على العين بيروحوا بيمنعوا الاسيتيل كولين ستريز انزيم اللي موجود في العين، فراح يرفعوا من الاسيتيل كولين، يعني مش راح يتكسر الاسيتيل كولين اللي في العين، معناته الاسيتيل كولين اللي في العين راح يزداد ان ذا اكتيف فورم، فراح يروح يرتبط على المسكارينيك ريسبتور اللي موجود في السيلياري مصل، هذا راح يؤدي الى كونتراكشن اوف ذا سيلياري مصل، فالسيلياري مصل راح تبتعد عن قناه سكليم، معناته قناه سكليم راح تتوسع، بتتوسع قناه سكليم معناته الدرينج التصريف لميه العين راح يزداد، فراح تطلع ميه العين ميه برا. عشان هيك كمان معناته هلا قاعده اخرى، كل الكولينيرجيك دراجز سواء الدايركت حكينا عنهم بالمحاضره الماضيه او الاندايركت اللي بنحكي عنهم اليوم، كل هدول الادويه يستخدموا في علاج الجلوكوما على شكل قطرات. طب ليش على شكل قطرات؟ ليش ما نعطيها سيستميكلي؟ لانه هدول الادويه السلكتيفيتي تبعتهم قليله، ليش اعطيهم سيستميكلي؟ يروح ياثر لي على القلب، ياثر لي على الجي اي تراكت، ياثر لي على سكيليتال مصل، انا بعالج الجلوكوما فبعطيها على شكل قطرات للعين لوكالي، فالإفكت تبعه بيكون لوكالي، فهذا بضمن انه التاثير تبعه السايد افكتس تبعته على على الانذر اورجانز اقل. تمام، اتوقع هاي النقاط الاربعه حكينا عنها. هلا اللونج اكتنج هو البايروتستجمين از تشارجد، ها از تشارجد هو بايروتستجمين اند امبينونيوم، هدول تشارج مش عارف وين مكتوب اني anyway، بس انا بحكي لكم اياها، دي ار تشارج، بما انهم تشارج معناته they cannot cross the blood brain barrier، معناته ما بنقدر ان نستخدمهم في ما بنقدر احنا ان نستخدمهم as antidote ضد الاتروبين، معناته السنترال نيرفس سيستم توكسيسيتي تبعتهم قليله او اقل مقارنه مع الفيسوستيجمين. شو بحكي لكم؟ ممكن نستخدمهم ان كرونيك، شو معنى كرونيك؟ يعني طويل، كرونيك مانجمنت اوف مايستينيا جرافيس، كرونيك مانجمنت هو هذا اللونج اكتنج والانترميديت اكتنج انهيبيتورز للاسيتيل كولينستريز، ممكن نستخدمهم في المانجمنت اوف مايستينيا جرافيس، بينما الادروفونيوم اللي هو شورت اكتنج فاست اونست اوف اكشن ادروفونيوم ممكن نستخدمه فقط في الدياجنوسيس. هلا هيك احنا عشان نرجع لل السكيم هذا، هيك احنا خلصنا هاي المجموعه. ننتقل للانتي الزهايمر، هي المجموعه الرابعه من الريفرسبل، فاحنا خلصنا دول المجموعات احنا. هي المجموعه الرابعه، هاي هي المجموعه الرابعه من الريفرسبل انهيبيتور للاسيتيل كولين ستريز. هاي المجموعه بنحكي عنها انتي الزهايمر. ليش انتي الزهايمر؟ طب مريض الزهايمر شو ماله؟ مريض الزهايمر الواحد لما بيكبر في العمر، اوكي احكي لكم اياها بس انتم مش مطالبين بالباثوفيسيولوجي تبعت الزهايمر. الواحد فينا لما بيكبر في العمر، اوكي ترويه الدم، هي ترويه الدم على الدماغ، افرضوا هذا راس، افرضوا يعني هذا سنترال نيرفس سيستم،
لما واحد فينا بيكبر في العمر تروية الدم، الدم اللي بوصل للدماغ بقل، تروية الدم على الدماغ بتقل بشكل تدريجي، هذا يؤدي إلى موت بعض الأجزاء. في الأجزاء المسؤولة عن الذاكرة، هاي الميموري، فيها خلايا الكولينيرجيك، هاي الكولينيرجيك نيرفز اللي بتفرز الأسيتالكولين في الدماغ، أوكي؟ هاي بتبدأ جزء منها بيموت وجزء منها بيضل موجود. الجزء اللي بيموت معناته إنه كمية الأسيتالكولين، يعني الآن أنا بدي أوصلكم إياه، هلأ أنتم شو مطالبين بهذا كلياته، بس بدي أوصلكم بس لجملة، إنه مريض الألزهايمر مشكلته هي قلة الأسيتالكولين في الدماغ، قلة الأسيتالكولين في الدماغ. أوكي، هذا المرض تبعت الألزهايمر. ليش بنسى؟ لأنه الأسيتالكولين اللي في دماغه قليل. كيف بدنا نعالجه؟ بدنا نرفع الأسيتالكولين. كيف بدنا نرفع الأسيتالكولين؟ بدنا نعطي دواء. أيوة، حلو. شو هذا الدواء؟ هذا الدواء مش يضله بالرجلين، مش يضله، هذا الدواء لازم يوصل، نعطيه يوصل للسنترال نيرفس سيستم. معنات ولما يوصل للسنترال نيرفس سيستم، معناته الدواء لازم يكون لايبوفيليك، ولما يوصل للسنترال نيرفس سيستم يمنع الإنزيم اللي هو أسيتيلكولينستريز، يمنع. معناته شو ضل الأسيتيلكولين الموجود بالجسم، رح نرفع مرة تانية كمية الأكتيف فورم أوف أسيتيلكولين، فبالتالي راح ترجع مرة تانية إنها راح ترتبط على الريسبتورز اللي هي المسكارانيك ريسبتورز اللي موجودة في الدماغ، فبالتالي راح يرجع المريض يتذكر. فمرة تانية كلها جملتين، أنا ما بدي لأنه عارف المادة صارت كبيرة عليكم. مريض الألزهايمر عنده مشكلة بالأسيتالكولين، كمية الأسيتالكولين في الدماغ عنده قليلة، بالذات في مراكز الذاكرة. بدنا نرفع الأسيتالكولين، نعطي أسيتالكولينستريز إنهيبيتور. فمعناته هذا الأدوية لازم يوصلوا للدماغ، فالأدوية هذول بتحكي عنهم they are lipophilic، لازم يكونوا lipophilic. هاي المجموعة هذول تاكرين، دونيبيزيل، ريفاستيجمين أند جالانتامين، هذول لازم يكونوا lipophilic، لازم يكونوا lipophilic عشان لأن المرض في الدماغ، المرض مش بالرجلين. وهدول they are reversible inhibitor of acetylcholinesterase اللي موجود في الدماغ، برفع الأسيتالكولين، لما برتفع الأسيتالكولين in the active form الذاكرة بترجع للمريض. هل هدول الأدوية بيسوي كيورنس؟ لا، بس بيسوي مانجمنت، يعني ما بيعالجوا قد ما إنهم بيقلل الأعراض، يعني رح يضل المريض طول عمره ياخذ هالأدوية. ليش رح تاخذوا بأدوية اثنين؟ لأنه هاي الأدوية المريض تكسرت عند الكولينيرجيك نيرفز، هاي الأدوية ما بتسوي ريجينيريشن اوف ذا كولينيرجيك نيرفز، بس الاسيتالكولين اللي ضله موجود بكميات بسيطه بتمنع من تكسره. فهاي الاسيتالكولين اللي ضلت بتضلها ان ذا اكتيف فورم، فبترتبط في المسكارانيك ريسبتورز الموجوده ب الميموري سنترز، فبترجع الميموري للمريض. واذا بطل ياخذ هاي الادويه بفقد الذاكره مره ثانيه. انا حكيت كثير، بس شو تستحملوني، أنا عارف إن فيتكم محاضرة بس شوي تستحملوني. هدول هم بلا بلا بلا. هلأ هدول إحنا في الصيدليات في عندنا دونيبيزيل موجود، الريفاستيجمين والجالانتامين كمان موجود عندنا إحنا في هون في الأردن. الريفاستيجمين موجود في المستشفيات، والجالانتامين، الدونيبيزيل أوكي موجود في الصيدلية في الكوميونيتي فارماسي العادية بتشوفوها. التاكرين هذا هو الوحيد اللي مش راح نشوفه، تاكرين هو الوحيد اللي مش راح نشوفه بالصيدليات هون، لا في الأردن ولا برا الأردن. ليش؟ لأنه هذا هيباتوتوكسيك. خدوها قاعدة، أي دواء إحنا ما بنستخدمه بكثرة معناته فيه مشكلة، يا إنه مشكلة إنه الفعالية تبعته قليلة أو إنه السمية تبعته عالية. فلما أنا أي تسمع هالمعلومة، هذا الدواء لا يستخدم بكثرة، يا إن الفعالية تبعته قليلة أو إن السمية تبعته عالية. هذا التاكرين لا يستخدم، وذلك لأنه هيباتو توكسيك. شو معنى هيباتو؟ هيباتو نسبة إلى الليفر، هيباتو ليفر توكسيك يعني سام، يعني هو هذا الدواء سام على الكبد، لهذا السبب لا يستخدم. ريفاستيجمين كمان في مشكله، ريفاستيجمين انه عنده دراج انتر اكشن عالي، هذا ريفاستيجمين
اوكي، بما ان المعلومه مش موجوده معكم انا ما بدي اعقدها عليكم، لما تروح على ادويه اثنين راح تاخذوها. هذا مشكلته انه الدرج درج انتر اكشن تبعته عاليه، لانه هو بيصير له ميتابوليزم من خلال السايتوكرومز، ومريض الالزهايمر بياخذ ادويه كثير، فالا ما ياخذ دواء ثاني كمان بيصير له ميتابوليزم من خلال السايتوكرومز. فعشان هيك الريفاستيجمين الدرج درج انتر اكشن تبعته عالي. اوكي خلص انا هدول هيك اخر شيء بس تحكي عنه بشكل بسيط، بكمل اكمل عليه المحاضره الجاي اللي هو هذا. احنا خلصنا هاي المجموعه الريفرسبل كلياتها، هلا احنا بدي احكي عن الريفرسبل. الريفرسبل هو سموم مستخدمه في السموم. كيف السموم؟ هلا الواحد لما بيكون عم بيدرس وطلع له صرصور شو بيسوي؟ الطريقة الحضارية الجديدة إنه بيروح بيستخدم البفباف أو هذا مبيد الحشرات. هذا مبيد الحشرات شو بيسوي؟ هذا مبيد الحشرات هو عبارة عن أورغانوفوسفيت. شو يعني أورغانوفوسفيت؟ هذا مبيد الحشرات عبارة عن irreversible inhibitor of the acetylcholinesterase. هذا المرص إحنا بنرشه على الصرصور، هذا عبارة عن irreversible inhibitor of acetylcholinesterase. طب ليش الصرصور قبل هيك بصير يفعفط ويتحرك يتحرك بعدين يموت؟ شو اللي صار فيه؟ صار فيه عنده كولينيرجيك كرايسيس، يعني هذا الصرصور اللي بيموت احنا بنقتله من خلال الكولينيرجيك كرايسيس. هاي الماده الموجوده في المبيدات الحشريه هي عباره عن توكسيك كومباوندز، عباره عن ريفرسيبل انهيبيتورز للاسيتيلكولينستريز. معناته احنا كيف يموت الصرصور؟ بسبب ارتفاع الاسيتيلكولين، لانه هذا الدواء او هذا المبيد الحشري بمنع الأسيد الكولينستريز، فبرتفع عنده الأسيتالكولين كميات كثيرة. وهي المشكلة الإرريفيرسبل، إنه بيرفع الأسيتالكولين بكميات كبيرة بتكون درجة إنها بتسوي كرايسيس بتقتل. فلهذا السبب هاي المجموعة إحنا ما بنستخدمها كأدوية إلا في حالة واحدة، في قطرة للعين. إيش في كمان؟ إذا ما بعرف إذا شفتوا قبل كم من سنة غاز السارين، نحكي غاز السارين. غاز السارين هذا غاز سام يستخدم في الحروب. أنا إيش بحكي لكم؟ أتوقع أنتوا شفتوه في شمال سوريا لما جيش من الجيوش استخدموا ضد 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 ناس. فهذا غاز السارين اللي استخدموه، إحنا لو نلاحظ هذا غاز السارين هو عبارة عن أورغانوفوسفيت، هو عبارة عن irreversible inhibitor of acetylcholinesterase. فهذا غاز السارين الذي يستخدم في الحروب من أجل قتل الناس، هذا عبارة عن شو؟ هذا عبارة عن irreversible inhibitor of acetylcholinesterase. لو أنتوا تطلعوا بالفيديوهات، أنتوا اطلعتوا عليهم، يمكن في عندكم ذاكرة تتذكروا، وإذا حابين تفتحوا اليوتيوب تطلع عليهم راح تلاحظوا إن الناس شو صار فيهم. ها شوفوا شوف شو صار فيهم بعد ما انضربوا بغاز السارين في شمال سوريا. كانوا يراجعوا كتير، ولو فحصنا بلاطين تبعتهم من تحت كانوا عم بيخرجوا بكميات كبيرة. أوكي؟ وكان عم بيصير لهم يورينيشن، سواء الفيسز أو اليورين كان عم بيخرجوا. فليش بيراجعوا؟ معناته الموتيليتي أوف ذا جي آي تراكت كانت عالية جدا. نوزيا، vomiting مش نوزيا، vomiting الاستفراغ تبعهم كان عالي كتير، الإخراج تبعهم كان عالي كتير من غصب عنهم مش بإرادتهم، اليورينيشن كان من غصب عنهم كان عالي كتير، السويتينج كان بتعرقوا. أوكي لو تطلعوا عليهم بالفيديوهات المي عم تطلع من تم تبعهم، اللعاب عم بطلع بشكل كتير. ليش؟ لأنه الأسيتالكولين راح ارتبط بالمسكارانيك ريسيبتورز، زاد الإفرازات، كانوا عم بيختنقوا. انتوا لو تلاحظوا بالفيديو مره ثانيه انهم مش عارفين يتنفسوا. ليش؟ لانه ارتفاع الاسيتالكولين بكثير. انت بتحكي الريفرسبل انهيبيتور اسيتالكولين عم بيرتفع بشكل فظيع، فالاسيتالكولين عم بيرتبط في المسكارانيك ريسبتور في البرونكول، بيسوي سيفير برونكوسباد، مش عارفين يتنفسوا. فاللي كان يلحقوه كان يحطوه على التنفس الاصطناعي. والقلب تبعهم هم كانوا يموتوا بسبب الكاردوفاسكولار كولابس، انهم القلب تبعهم كان يتوقف، كان يوصل. يعني هي مره جابوا الدكتور لؤي، بس احد
أسئلة، هو مش بالكتاب بس أنا وتبتكم دوروا عليه. شو سبب الموت لما باخذ الأوفر توكسيسيتي من الأورجانوفوسفيتس؟ هو بشكل أساسي من الكاردو فاسكولار، بصير في توقف بالكاردو فاسكولار. طبعا هو كمان بالعقلانية في ناس بيختنقوا، بصير في عندهم سيفير برونكوسبازم للرئة فبيختنقوا. وبعدين كمان الأورجانوفوسفيتس لايبوفيليك، بيروحوا للدماغ. مصيبة هاي، بيروحوا للدماغ. عشان هيك كانوا يسرعوا، يصير عندهم صرع. تشوفهم كمان بالفيديو انهم هدول اللي انضرب الغاز السارين الأورجانوفوسفيتس، لانه الأورجانوفوسفيتس لايبوفيليك بيروح على الدماغ، فكان عندهم كومبلجن. شاف هدول، شو هدول اللي شفتهم، كل هدول اثار الاسيتالكولين ات اوفردوز. فهذا هو. الان ممكن تستغربوا انه في دواء اسمه إيكوثيوفيت. هاي قطره في العين، مع انها الريفرسبل انهيبيتور اوف اسيتالكولين ستريز. هاي القطره ممكن انها تستخدم كقطره في علاج الجلوكوما، وهاي بحكي لكم القطره بتضلها اسبوع اوف، قطره بتضلها اسبوع، يعني قطره بتقدر منها بتضلها اسبوع اوف. ليش؟ لانه الريفرسبل انهيبيتور اوف اسيتالكولين ستريز، وتستخدم فقط لوكال. يعني انا اللي بدي اوصل لكم اياه مره ثانيه، الريفرسبل انهيبيتورز اوف اسيتالكولين ستريز انزايم اللي هم الاندايركت ريفرسبل انهيبيتورز، دي ار توكسيك، ما بنستخدمهم سيستميكلي الا في الحروب. احنا بنحارب الصراصير، بنستخدمهم مع الصراصير. الجيوش بتحارب بعضها، بتستخدم غاز السارين. لكن بالحياه الطبيه من نعالج بعضنا، بنستخدم هذا الايكوثيوفيت، بنستخدمه فقط قطرات لعلاج الجلوكوما. وانه ليش كقطره؟ عشان يعطي بس لوكال افكت، ما يعطي طلع كيف اخر شيء لونج ديوريشن اوف اكشن 1 ويك. لا ما في وقت، كنت لازم اشرح الانتيدوت البراليدوكسين، بس باول المحاضره الجايه بدي اشرحها البراليدوكسين. هلا بس اخر جمله هيك بكون خلصت المحاضره. البراليدوكسين، هلا الجنود في الحرب علشان دائما بيكون معهم الانتيدوت اللي هو البراليدوكسين. افرضوا ان انضربوا الجنود بغاز السارين، اذا انضربوا بصير هم يحقنوا حالهم بالبراليدوكسين، يعني بيحقنوا بعض، هذا الجندي بيحقن الثاني وهذا بيحقن الثاني بالبراليدوكسين. فالبراليدوكسين هو الانتيدوت للايكوثيوفيت. كيف بيشتغل؟ هاي بصراحه بده شرح، يعني صعب احكي لكم تقراوا لحالكم عن سلايد واحد، لكن حشرحه أنا في بداية المحاضرة القادمة، بعدين ننتقل للكولينيرجيك أنتاغونيست. معلش أنا طولت عليكم، يعطيكم العافية. اللي حابب يطلع أصلاً، كم واحد ضايلين ما شاء الله. أوكي، اللي حابب يطلع، اللي حابب يضل ويسأل أنا هيني موجود. يعطيك العافية دكتور، لو سمحت بدي أسألك. تفضلي. الدواء الموجود تحت النيوستاجينين اللي هو ديميكاريم، ما بعرف كيف بنقرأ. نعم. دكتور بس معلش، يعني ما فهمت بالضبط يعني شو حكيت عن هذا الدواء. لا بس هو it is uncommonly used، مش كتير يستخدم بالمقارنة مع النيوستاجينين والفيسوستاجينين، لكن هو مكتوب عليه إنه بيعالج الجلوكوما. فأنا بس حبيت إني أحكي إنه مش بس هو بيعالج الجلوكوما، كل الأدوية هدول، كل الأدوية اللي مرت معانا اليوم ومبارح بتعالج الجلوكوما، نفس المبدأ. بس هذا اللي حبيت أحكي لكم إياه. تمام، يعني بس نعرف عن هذا الدواء أنه يعني يستخدم للجلوكوما. يعني تعرف هذا الدواء أنه هو intermediate acting charged، وبيستخدم clinically في treatments أكثر شيء في الجلوكوما كقطرات بس. تمام مريم؟ تمام دكتور، يسلم، شكرا. العفو. إذا ما في أسئلة يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم جميعا، الله يسلمكم.